أهلا ومرحبا بكم جمهورنا الغالي في كل مكان. نتشرف بلقائكم في يوم الاثنين من كل أسبوع على عبر قناة الفجيرة مطلع الشمس. نلتقي بكم مع برنامج أبشر بالخير. أبشر بالخير برنامج يعنى بتفسير الرؤى من منظور نفسي وشرعي واجتماعي. نتشرف بالتواصل معكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة من داخل الدولة 09-222-22345 ومن خارج الدولة 00971-22-22345. ونتشرف أيضا بالتواصل اللي مش قاعد قدام التلفزيون عبر المواقع التواصل السوشيال ميديا الفيسبوك صفحة رسمية باسم الدكتور الإعلامي أشرف العسال وكذلك الصفحة الرسمية لقناة الفجيرة تي في أو عبر قناة اليوتيوب بعنوان تفسير الأحلام مع الدكتور أشرف العسال. حاول النهاردة ناخد أكبر قدر ممكن من الفيسبوك ومن رسائل يوتيوب الحلقة دي والحلقة الجاية إن شاء الله. وكما تعودنا نلتقط زهرة من بستان قصة يوسف عليه السلام وما أجملها من قصة. صدق الله إذ يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. توقفنا عند قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. خلي بالك شغف في درجة من درجات الحب اسمها الهوى. واحد يشوف حد يعجب بيه لكن لو تمسك أكتر وزاد الحب يبقى اسمه تعلق. التعلق لو زاد بيبقى اسمه الكلف، يتكلف انه يدور على محبوبه. إذا زاد شوية يسمى درجة الولى ثم يعني يصل إلى أعلى درجة وهي الشغف. قد شغفها حب يعني ملأ فكرها وعقلها، تتمنى لو أن أي مكان تذهب إليه تجد يوسف، وإذا نظرت يمينا أو يسارا في أي مكان تريد أن ترى يوسف. كل حالها ينادي بهذه المحبة وهذا الود الذي درج وصل لدرجة الشغف. هو ليه القرآن بيجيب لنا المشاهد دي والمؤثرات النفسية دي عند امرأة العزيز؟ عشان يعلم الرجال آباء وأزواجا ما تعرضش بناتك وأهل بيتك للفتنة وتندم بعد كده. يعني إيه؟ أصل زوج امرأة العزيز لما نقرأ في التفسير والقصة كان مقصرا في حق أهله، كانش فاضلهم، ما كانش فاضي يعطي من عاطفته وإحساسه واحتوائه لزوجاته. تيجي تكلمه كلمتين زي أزواج النهاردة أنا مش فاضي، شو هاي الخرابيط اللي بتحكي فيها، انا راسي متعور من الدوام. لا، زوجتك لا عليك حق حتى لو بتتكلم في امور من نظرك امور تافهه. عدم احتواء الرجل عاطفيا ونفسيا لزوجته وضياع الحقوق خلاها تنظر الى غيره، وكذلك وضع النار بجانب البترول زي ما يقولوا. انت حطيت اجمل خلق الله على الارض شاب وسيم، وزوجتك حرمتها من حبك، حرمتها من عاطفتك، من احتوائك، فوقعت في الفتنة. هذا يعلم الرجال والأزواج حافظوا على بناتكم، حافظوا على أهل بيتكم من الفتن، وحاول تكون كل شيء في حياتها، لأنه إذا احتويت زوجتك وكنت قريبا منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة ومن زوجاته، سوف تكون أنت كل شيء بالنسبة لها. تقول يوما لزوجها أنت يعني شيء مهم في حياتي، فرد الزوج وقال وأنت أهم وكل شيء في حياتي. لنجعل هذه الكلمة شعارا لحياتنا. أحبتي الكرام، بعد هذه اللقطة الجميلة من قصة يوسف عليه السلام نلتقي الآن مع استقبال اتصالات جمهورنا الغالي ومع أول اتصال من الجزائر. أختنا فاطمة السلام عليكم. ألو، السلام عليكم دكتور، ازيك؟ أهلا بيك يا أخت فاطمة، إن شاء الله بتكلمي مصر. الله يسلمك. دكتور عندي رؤية، الله يرضى عليك. رأيت كأن الرسول عليه الصلاة والسلام جال بي إلى دارنا. الله. كأنه كان نايم يعني محل نومي العادي. إيه. وكانت أمي نائمة جنبه. نعم. وكأن أمي في المنام زوجته. نعم. وكان أمام إيد اليمين عند رأسه كانت مجموعة من الملابس مطوية بطريقة عشوائية. نعم. كأنه أنا لم أرى وجهه، رأيت بس يده، أخذ شيء من الملابس وأعطاني إياه. أخذ شيء من الملابس وأعطاكي؟
نعم أعطاني يعني قطعة من ذلك الملابس. انت غير متزوجة؟ لا لا غير عزباء. هل بتنتظر عقار او ارض او 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 حاجة زي كده؟ ايه اكيد ايه صح الكلام، كمل. نعم، بس في المنام كأنه جاي، كأنه قال لي راح ازوجك، نعم. كأني سأزوجك ولا اتزوجك؟ سأزوجك. لا سأزوجك. يزوجك بأحد غيره يعني. نعم، كأنه آتيني بخاطب، ماشي، جميل. فأنا كأنه كنت متلبكة، وكنت فتحت خزانتي أبحث عن غلافين مخدة لكي أفرش الكنبايا. طيب، في الأول لم أراهم، بعد ذلك رأيتهم أمامي أخذتهم، فخرجت لفناء المنزل ورأيت أخي، كأنه أخي كان واقف هناك سجادة حمراء على رجليه، وكأن فيها بعض الوسخ، أخيكي فأنا زعجت أخيكي انزعجت من عصبي ذلك. عصبي عصبي أوي أخوكي، أو سريع الغضب. نعم. كملي. بعد ذلك قلت له كأني أخذتهم لكي أخيطهم، فتحت علبة فيها خيط، فيها كوب من الخيوط الألوان كثيرة، فكأني قلت لأخي هذا، قلت الرسول عندنا في المنزل، كأني كنت فرحانة كثيرا، وقلت له الرسول لما يدخل المنزل فإنه ذلك المنزل يعني بركة. نعم. فكأنه قبل ذلك يا دكتور، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي كلمة يعني صوف، لا نسيت الكلام، وقال السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا اللي أذكره، شو قال بالضبط؟ مش ما سمعت، قال إيش؟ يعني شفيت على كلمة صوف والسيدة عائشة رضي الله عنها. صوف 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 صوف. نعم نعم. نعم. بعد طيب، ذلك قلت لك فتحت العلبة فأبحث عن الخيط الأبيض، لم أجده، لأجد ألوان كثيرة، فكأني رأيت في يدي تلك القطعة التي أعطاني إياها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت طويلة طويلة مش كثير، وكأن كان لونها شفاف، أبيض شفاف، كانت طيب، في يدي، جميل فقلت جميل، هذه التي أعطاني إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. ابشري يا عليه ستي، الصلاة منام طيب والسلام. ان شاء الله، وهنبشرك بيه دلوقتي يا فاطمه بعد ما ناخد باقي الاتصالات. اشكر فاطمه من الله الجزائر، يخليك يا دكتور، شكرا شكرا كثيرا لك، شكرا مع فاطمه، السلامة. هلا مع وغلا، السلامة. وعليكم السلام. معنا مين؟ اختنا ملاك من السعوديه. السلام عليكم ملاك. ألو، اخت السلام ملاك، عليكم. هلا وغلا، وعليكم السلام اختي الغاليه، الله يحفظك. عندي حلمين. تفضل يا ملاك. الحلم الاول، الحلم الأول إني شفت نفسي إني في بيتنا، في صالة بيتنا. في بيت ايه؟ صالة بيتنا. لا ما سامعك. صالة بيتنا. في صالة بيتكم، اوكي. إيه، وشفت بيت خالي ومعاهم ناس. وأنا جيت. نعم. كمل كمل. وأنا جيت وكان معاي بخور، يعني مستقبلتهم في البخور. جميل. وكنت يعني أشم في المكان ريحة عطر، ريحة عطر قوية الله، في المنزل يعني. حلو. الحلم الثاني إن شفت إن كنت يعني شعري طوله شبر. شعرك طوله شبر يعني هو قصير واجد في الواقع. يعني كأنه طويل في المنام. يعني طول شبر يعني. إيه شبر، أوكي زين. إيه، وكنت سويتها يعني مزينتها، فرقتها من النص. طيب، ومزينتها يعني مخليتها سنتين خصلتين. كويس. انت تشتغلي يا ملاك؟ لا. عزباء؟ ايه. ماشي ملاك، تمام. بس كده خلص؟ وبعدها اخذت الخصلة اللي على الجنب اليسار ورفعتها فوق، وصار حلو يعني شكل احلى. جعلته احلى. طيب حاضر الكل، على عيني. حاضر يا اخت ملاك، اجاوبك عنه بعد ما اخد اتصالات بقيه الجمهور. شكرا ملاك من السعوديه. لورا، اخت لورا من ابو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا دكتور؟ مرحب مرحب اخت لورا، الله يسلمك يا رب. جزاك الله كل خير على البرنامج. تسلمي، الله يسلمك. حلمين قصيرين لو سمحت. تفضلي يا لورا. حلمت انه في الدرج كان عالي، درج. وكنت انا واختي بالسياره، وهي كانت يعني هي اللي كانت ماشيه بالسياره. فحكيت لها المفروض تمشي بسرعه لانه الطلعه بتخوف يعني. ممكن السياره تدحرج. قلت لها لو انا مكانك انا كنت طلعت بسرعه. ايوه. فبس وصلنا على النهايه حكت لي ها هينا وصلنا خلاص، وانا كنت خايفه طول ما احنا ماشيين.
بعدين طلعت وراي كان أخوي طالع بالدرج يعني بإجريه وكان تعبان يعني واصل تعبان. أخوك ظروفه المادية تعبانة شوية؟ آه شوي. وأنت دايما ناصحة لأختك لأنها مندفعة ومتسرعة؟ نوعا ما مش كتير، نوعا ما نوعا ما. آه بتنصحيها ماشي. بس خلص كده؟ آه هذا الحلم الأول. الحلم الثاني؟ رحت أنا وحدي على المحكمة عشان نكتب الكتاب، وهذه الحرمة أصلا هي كانت ماشية بالسيارة، وهي أصلا بأرض الواقع مقعدة، مع أنه هي اللي كانت ماشية بالسيارة. وانت بتقولي بتتكلمي معاها في كتب الكتاب؟ فهي كانت رايحة معايا عشان أكتب كتابي. آه أوكي. أمشي مع امرأة لكتب الكتاب بالسيارة، هي اللي كانت ماشية بالسيارة. أيوة. وصلنا على المحكمة ونزلنا. وهذه المرأة طلبتك للزواج حد من قرايبها أو عيالها أو كده؟ لا لا، هي مش متجوزة أصلا. هي مش متزوجة، سبحان الله. بس متدينة شوية يعني؟ نوعا ما. طيب استقل بس كده يا أخت لورا. حاضر استقل، أجاوبك بعد ما أخذ الصلاة. شكرا. هلا وغلا لورا من أبو ظبي. أختنا حنين من فرنسا، السلام عليكم. أخت حنين السلام عليكم. ألو. هلا هلا أخت حنين، أسمعك. شو الاسم معايا؟ ألو السلام عليكم. هلا يا أخت حنين. وعليكم السلام، مرحبا يا حنين. الله يوفقكم والله يكون معكم وإن شاء الله دايما لفوق يا رب. أشكرك يا حنين، أشكرك. تفضل استكل، أسمعك. أستاذ أشرف عندي حلمين. ماشي، تعودت أنا خلاص. تفضل. شكرا بارك الله فيك. الله يسلمك. الحلم الأول شفتي في المنام عين زرقاء لحقاني في المنام، لحقاني في المنام. زرقاء وحرقاكي؟ عين زرقاء. بتجري ورايا وانا بجري وهي عايزه تدخل فيا وانا يعني بجري. لا استني، يعني انت شايفه عيون زرقاء بتجري وراكي؟ عين واحده بتجري وراكي. عين واحده زرقاء بتجري ورايا وانا بجري بدون ما جتش فيا انا، بدون جسم، بدون شخص. عين بس بدون شخص، بدون شخص بس عين زرقاء. خلاص كل اللي سمعنا عارف تفسيرها دلوقتي. وانا بجري عندهم خبر. بس انا بجري، بس هي ما لسقتش فيا انا، لسقت في اختي في عينيها. عينيها اليسرى. ايوه. والحلم الثاني شفتي اختي دي اللي العين الزرقاء لسقت فيها. شفتي منام ثاني انه هي جت عايزه تضربني. فانا قلت من مش عارفه بيقولوا ازاي، ف اتحركت معاها في المنام. فلما انا قدرت عليها في المنام، قدرت عليها. طيب. فقمت شايلاها من كتفها وجيت بيها، فلقيت اختي. انا شايله اختي من كتفها. ولقيت في الصاله اختي نايمه وبتسمع قرآن، وهي نفس الشخص، وأنا بشوف في اللي أنا شايلها من كتفها، وبشوف في أختي، وهم نفس الشخص، وهي اللي نايمة بتسمع في القرآن. فقلت لها دي هي. فقامت الثانية نامت على كتف أختي، وهم اتنين واحد. ودلوقتي أختي مريضة. لسه اسالك والله السؤال على لساني، مريضه هل بترقي نفسها بالقران؟ من يوم شفت المنام العين الزرقاء لسقت فيها، قعدت اسبوعين ومرضت، مرضت مرض شديد، وهي دلوقتي مع القران ومع الرؤيه ومع وكل حاجه. ان شاء الله تبقى في احسن حال، واقول لك شو تفسيرها دلوقتي يا حنين باذن الله. ماشي حنين، شكرا حنين. شكرا فرنسا. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. شكرا. الله يعينكم والله يوفقكم والله يخليكم يا رب. شكرا حنين من فرنسا. معنا ام عبد الرحمن راس الخيمه، السلام عليكم. ام عبد الرحمن اهلا بيكي. اهلا بيكي يا ام عبد الرحمن، تفضلي. دكتور اشرف. ايوه است كل اسمعك. كيف حالك يا دكتور؟ خير الله يحفظك وانت كمان. الله يسلمك يا رب. الله يسعدك. استاذنك في عندي حلمين. تفضل يا ام عبد الرحمن. الله يزيد فضلك يا رب. الحلم الاول حلمت انه زوجي بعطيني انا وابنائي ظروف كان لونها بيضه
وجواها فلوس وجواها قلوب. وكان فلوس فلوس نقل. اه فلوس. وكان ظرفي انا يعني مليء اكبر ظرف وكان مكتوب عليه ام الكبار. اه اوكي. واعطى ابنك؟ اعطى ابنك برضو؟ اعطى اولادي. اه اعطى اولادي الاثنين وابني وبنتي. وانا اعطاني الظرف كبير وكان مكتوب عليه ام الكبار. يا سلام، انت بتربي عيالك تربيه قويه وعايزاهم يطلعوا نشأة كبيره وليهم مكانه، صح؟ ان شاء الله. اه ده هذا هدفك، هدفك اللي حطاه في حياتك. والله الحمد لله ان شاء الله تبقي ام، تبقي ام الكبار، متفسره، مفسره نفسها. اه مفسره نفسها ما شاء الله. الله يسعدك. الله يسلمك. ماشي. والحلم الثاني دكتور انه كمان انا وزوجي راكبين في تاكسي وفي سواق يعني للتاكسي، وهو راكب زوجي قدام وانا وراه ماشي التاكسي، وفي مفتوح الشباك وفي هواء بارد بدخل علينا، هواء يعني خفيف لطيف. الله. اه هذا الحلم الثاني. وفي حلم قديم حلمته، السماء كان مكتوب عليها السميع البصير. السماء مكتوب السميع البصير. ايوه حاضر. كان وقتها لما حلمت الحلم ده كان عندك ازمه في حياتك، ظلمينك في حاجه؟ كان مش كده؟ هو السماء وتعب. السميع البصير يعني كان شايف كل حاجه وعايز. اه هاي حلمي قديمه كانت. حاضر استكلها فسروا لك دلوقتي. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب. شكرا ام عبد الرحمن من راس الخيمه. معنا شكرا جزيلا. معنا اختنا مريم من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم اخت، اخت ليلى من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا اخت ليلى، تفضلي. عندي حلم. هلا تفضلي اسمعك. حلمت اني كنت في سياره بيضاء وكان وراي سياره ثانيه كان فيها راقي شرعي يعني من انستغرام. كنت انا موقفتها عند بيت جدتي ودخلت بيت جدتي يعني على اني بدخل اسبح، وبعدين تذكرت طلعت مره ثانيه وتذكرت اني حاطه كيس بالسياره، جيت باخذه ولقيته هو يعني فاتح السياره وكان بياخذها بس اني اخذتها منها. انت اخذتي الكيس؟ ها ايه يعني هو جاب كان فاتح السياره حقتي انا وكان بياخذها. بس جيت انا فتحت الباب على طول اخذتها منه. يعني انت في راقي شرع رقاكي قبل كده يعني مباشر قصدك؟ لا يعني راقي شرع قرأ عليكي او كده حصل استعنتي بحد؟ مره بس. اي مره. وهذا الراقي حاول انه يعني قال لك انا عايزه اتقدم لك وكده وتزوج وبتاع؟ لا لا ما صار يعني. طيب استكل بس كده خلص يا ليلى. ها ايه حاضر. انت غير متزوجه طبعا؟ ايه. طيب هفسره لك دلوقتي، المنام طيب وفي بشرى ليكي هقول لك عليها دلوقتي ان شاء الله. مشكور. ماشي يا ليلى، شكرا جزيلا. شكرا ليلى من السعوديه. معانا الاخت مريم من دبي. ايوه. هلا يا اخت مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا مريم. احكي؟ ايه احكي. احكي وانا اسمع. ايوه. هي يا مريم اسمعكي. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله بس بدي اسال عن تفسير رؤيا، ما بعرف اذا حلم او رؤيا. ايه. بس انه كنت انه انا متزوجه وعمري كبير يعني عمري 47. العمر الطويل ان شاء الله. الله يسلمك. فشفت اني عروس ولابسه بدله بيضه ومكشفه، بس ما لي مستحيه ابدا اني مكشفه يعني من فوق. ومبسوطه كثير بزواجي، واختي هدى كثير كانت مبسوطه بي اني انا بدي اتزوج. وبعدين اني فتت توضيت وانه بدي اصلي يعني، بس انه لابسه يعني لابسه البدله البيضاء ومبسوطه كثير يعني. لكن متكشفه تقولي البدله؟ متكشفه من فوق. ايه. بس انا مالي مستحيه ابدا يعني مالي حاسه انه انا محجبه، بس مالي حاسه ابدا انه غلط. عندك بنات في سن زواجي يا اخت مريم؟ ايه عندي. ما تقدم لحد منهم دلوقتي بس انتوا مترددين لكون اخلاقه مش زي ما انتوا عايزينه؟ صحيح. بس انت فرحانه بيه اكتر واحده في البيت؟ اي فرحانه لبنتي، بس لهلا يعني ما في شيء واضح ابدا يعني حتى في تردد من الطرفين.
ايوه، لانه يعني سبحان الله البدله دي هي عريس لبنتك، ولان البدله ستر الجسم المراه فهو زوج مفروض يكون ساتر عليها. انت فرحانه بيه وسعيده ان بنتك هتتزوج، بس لسه في امور لازم يعني تتعرف عنه عشان الموضوع يمشي. بس اديني فرصه افسره لك اكتر بعد ما اخد بقى الاتصالات يا مريم. تمام. هو انا كمان هو الشخص نفسه اول كنت كمان شايفه حلم عليه انه قدمت له لاهله قطايف بالقشطه، رحت قدمت له قطايف بالقشطه، بس القطر تبعه او يعني العسل بيسموه يمكن بالمصري القطر يعني الشيره. ليش؟ انه الشيره اللي هو العسل القطايف إيه؟ لا لا الشيرة المكسرات اللي جواها. لا القطر السك المي والسكر هذا. أيوة اسمه العسل، نسميه في مصر العسل ده. أيه اللي هو المي مع السكر وبيكون تقيل شوي. إيه فهو هذا القطر شوي مطعم إنه بالبراد إنه في له طعمه، بس القطايف والقشطة كتير ظريفة إنه قدمت لهم إياها ل لا ما فهمت عليك، القشطة كانت أقل يعني؟ لا القشطة والقطايف كتير ظريفة، بس الشيرة أيوة كانت شوي مطعمة. مطعمة يعني شو يعني طعمها مش حلو قصدك؟ يعني مبينة انه قديمة. اوكي. بس هي البنت كبيرة في شوية في السن بنتك؟ لا لا هو كبير في السن؟ لا مش كاتب كتابه قبل كده؟ الحقيقة ما سألت ما تعرف. طيب هقول لك شو تفسيرها، بس ان شاء الله من طرفكم الامور اوكي، بس الطرف الثاني في حاجه ربما في المنام ده لازم تكون فيها فايده ان شاء الله باذن الله احكيها لك دلوقتي. شكرا يا اخت مريم من دبي، خليكي قدام التلفزيون. حبه الكرام لا تغادروا شاشه الفجيره، وبعد شويه ان شاء الله نجاوب على احلامكم بعد البريك. نذهب الان الى فاصل ثم نواصل، فانتظرون. اهلا بحضراتكم، رجعنا لكم من جديد ومع اول رؤيه في حلقتنا. لاختنا فاطمه من الجزائر قالت ان هي شافت الرسول صلى الله عليه وسلم كانه في بيتهم، وبعدين كان والدتها زوجه للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا اذا رؤي الانسان متزوج بنبي من الانبياء في المنام، واحده متزوجه بالنبي في المنام او احد الانبياء، يدل ذلك على ان والدتك ستسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته ومحبته. انت كمان قلتي ان اعطاكي ملابس او قطعه ملبس، قطعه القطعه من القماش او الملبس ربما عقار او ارض جاي لك في الطريق، والله اعلى واعلم، بس منين الله اعلم، بس ده باين معروف، لان القطعه القماش او الملبس بتبقى مفروده كده يعني كما الارض او كما العقار. وبعدين قال لك سأزوجك إن بشر النبي عليه الصلاة والسلام، بس بشرط يكون الصورة اللي شفتيها هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام اللي وردت في الأحاديث، شكله الحقيقي يعني كما ورد في وصفه عليه الصلاة والسلام. تمام، لأن بعض الناس بتشوف طبعا ويقول لك إن شفت النبي نيجي نسأل نلاقي الصفات اللي ذكرت مش هي الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فإذا بشر النبي بزواجك إن شاء الله يكون بشرة خير بإذن الله في المنام وترزقي بالزوج الصالح. أما السجادة الحمراء وأنت يعني بتلمش عليها أخوك، معناها أنه سبحان الله أخوك سريع وشديد الغضب، لأن اللون الأحمر لون العصبية والغضب، فيجب أن يهون على نفسه شوية. بالنسبة للخيوط اللي أنت بتبحثي عنها، الخيوط البيضاء، الخيوط تصل القماش بعضه بعضا، أنت تنتظر الزواج والنسب الذي يصل الناس ببعضهم البعض. وطبعا قلت في الاخر قطعه القماش شفافه وبيضة ان شاء الله، اما ارض او عقار او يكون نسب فيه صله بينك وبين عائله كريمه وزوج صالح، لان اللون الابيض مستحب في المنام. طيب طبعا كلمه صوف في المنام لا تعني شيئا، انما ذكر اسم عائشه رساله لك، اولا ان تكثري من الصلاه والسلام على سيد الخلق تحقق امانيك باذن الله، ثانيا انك انت تقراي عن سيره امنا عائشه إن شاء الله تكوني من المحشورين معها أنت وكل بناتنا اللي بيسمعونا يوم القيامة. بالنسبة للرؤية بتاعت ملاك من السعودية، الرؤية الأولى بتقول
حلمة ان في بيتهم موجود اهل خالها معاهم ناس، وهي ومعها بخور طلعت بيه وفي عطر. البخور والعطور يا ملاك في المنام يعني السمعة الطيبة ليكي، انت تذكري والله اعلى واعلم في هذه الفترة بسيرة حسنة وسمعة طيبة. ربما بعض الناس من الاهل او الاقارب او المعارف بيتكلموا عن التقدم للزواج منك، فاهمة؟ فالعطر يدل على السيرة الحسنة، لأن رائحة العطر زكية والأخلاق الحسنة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب الحلم الثاني بتقول أني شعري طويل في المنام، وبعدين بزينه وبحليه وبفرقه من النص. الشعر في المنام المال والرزق، إذا طال الشعر زيادة رزق، إذا بزين الشعر بجمل دخلي، بزينه برتبه يعني بعمل ترتيب لأموري المادية، وبصرف دخلي في أحسن ما يكون وهكذا. طيب لورا من أبو ظبي بتقول كأن درج عالي وإحنا طالعين بسيارة أختي اللي بتسوقها، وبعدين بقول لها امشي بسرعة يا حسن أنا خايفة، المهم وصلنا في الآخر. واضح من المنام أن الصعود إلى أعلى يعتبر دائما في الرؤى تحقق أماني، بس أنت عندك نوع من الحكمة والاتزان شوية أكتر من إخواتك في البيت، لأنك أنت عمالة تنصحيها لو أنا مكانك أخذ الطريق عشان الطريق مايل لفوق، فيعني فعندك وجهة نظر وعندك حكمة أكتر شوية من إخواتك وبتنصحيهم. وأنت قلتي لي أيوة فعلا أنا بنصح أختي كتير. أخوك اللي طلع برجله، طبعا طلوع بالرجل مش بالسيارة معناه عنده أزمات مادية، لأن السيارة من علامات الرفاهية وبتسرع بينا، واللي عنده سيارة بيوصل أسرع من اللي ماشي، فلما يبقى طالع على رجليه معناه ظروفه المادية تعبانة، فربنا يفرج عنه وخليه كده يعني عليه بالقراءة القرآن والأدعية وصورة الواقعة، ربنا يكرمه ورزقه. والرزق برضو زي ما بقوله في المثل يحب الخفية، ما أنا ما انتظرش السماء تمطر ذهب وفضة، أنا أطلع أدور وأخذ بالأسباب كما يقولون. طيب الحلم الثاني بتقول شفت واحدة واخداني في سيارة عشان أكتب الكتاب، يا رب إن شاء الله تكون بشرة ويكون المنام كما رأيته ويعقد قراني قريبا بإذن الله، ولكن أكثري من الدعاء في قيام الليل بالزوج الصالح. أختنا حنين من فرنسا بتقول الحلم الأول شايفة عين زرقاء، بصوا المنام الغريب، والعين دي هي شايفاها بتجري وراها بس ما لحقتهاش، ولحقت أختها ولصقت العين الزرقاء في عين أختها. طبعا واضح المنام، كل اللي بيسمعوني يفسروه لأنهم صاروا أهل خبرة في التأويل من منظور الشرعي والنفسي والاجتماعي. طبعا العين حسد، بس الحمد لله يمكن انت يا حنين عندك تحصين لنفسك محصنة حالك فلم تلحق بك، انما اصابت العين قليلا اختك، وعشان كده انت قلت لي يا مريضة. يا ريت مع العلاج الطبي اختك ترقي نفسها اكتر بالقرآن وسورة البقرة والذكر الحكيم. وطبعا المنام التاني بتقول انا شفت اختي بتضربني وانا تعاركت معاه وغلبتها. تغلبيها هنا انك انت متفوقة عنها في الطاعات في التحصينات، متفوقة عنها في قراءة القرآن في الأدعية في حاجات بتعمليها اكتر، مش معنى غلبتيها ان انت ضربتيها وبتاع، لا 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 انت متفوقة. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش هتنافس على فلوس ووظيفة وتنافس على، لا لا لا، التنافس ربنا يقصد به تنافس على الخير. افضل انواع الحسد انك تحسد انسان على اخلاقه وعلى دينه مش على ماله، المال يذهب ويأتي. رأيت الناس قد مالوا على من عنده المال، ومن ليس عنده المال عنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة على من عنده الفضة، ومن ليس عنده فضة الناس عنه منفضة. مع الأسف بنحكم على بعض بالمظاهر والفلوس، ومعاه كام وركب ايه وعنده فلوس قد ايه. الاخلاق النهارده والدين بقى يشوفه متدين وكويس وملتزم، بس هذا شو، هذا شو عنده؟ عشان يا اخي جوزوا لبنتك وان شاء الله اللي على قده اللي معاه دوت خدوهم فقراء يغنيهم الله ربنا سبحانه وتعالى، يمكن ده يبقى احسن واحد في العيله، ربنا يكرمه ويكرم بنتك معاه. بس دوت بالنسبة لأختنا حنين معنا الرؤية بتاعتها. طيب نيجي لأختنا أم عبد الرحمن من رأس الخيمة بتقول أم عبد الرحمن رأيت زوجي يعطيني ظرف أنا والولاد، الظرف بتاعها هي بتقول فيه أبيض وفيه فلوس ومكتوب عليه أم الكبار. ده رسالة ليك يا ست الكل،
انك تبقي فعلا ام الكبار، يعني رب عيالك تربية يبقوا كبار في المجتمع، كبار بين الناس، كبار بعلمهم، كبار بأخلاقهم، بدينهم، كبار بتضحيتهم لوطنهم وأرضهم، كبار ببرهم لأهلهم والكلام الحلو ربيهم أحسن تربية. ولما تربيهم أحسن تربية هتبقى أنت فعلا أم الأولاد المتفوقين الناجحين، زي ما جالك في المنام لفظ أم الكبار، مش الفلوس اللي بتربي على فكرة. طيب، شافت نفسها هي وزوجها في تاكسي ووراهم جاي من الشباك هوا بارد، ده راحة نفسية وصلح وحياة حلوة بينك وبين زوجك، ها يعني واضح الفترة اللي جاية فيها هوا بارد، هوا بارد يعني مفيش مشاكل. أما لو واحدة تشوف هوا سخن داخل من الشباك، السيارة عجلة الحياة، يعني واحد فيهم منكد على التاني، مسخن البيت مولعها، يدخل كده مش عايز أقول يعني كأن إبليس دخل، لكن في أزواج يدخلوا كده كأن ملكا دخل، تلين له القلوب، تلاقي العيال بيجروا عليه يحضنوا فيه، بابا وحشنا يا بابا، ده لسه طالع بقاله ساعة. هو ده الأب اللي احنا عايزين النموذج ده، الحبوب الجميل الخفيف الحلو مع أولاده، اللي وشه ده مش بره ما شاء الله الضحكة الحلو، يجي البيت التكشيرة دي بعد عنك عاملة زي أبلكاش الخشب، عارفينه ولا خشب؟ طب ليه؟ الله ما طيقها لا هي ولا العيال، ده هم دول بركتك، طيق بره بس والسهر بره اسمح لي يعني، الله يديك. تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما بالك بزوجتك، ده أقرب من أخوك وأقرب من صديقك، ابتسم وانت كمان. لا ما أنا مش الكلام عليه هو وانت عمالة تغبطيه وانت قاعدة تفرجي قدام التلفزيون، لا وانت كمان، ما انت حنان التكشيرة بتاعتك بتخلي يعني الدنيا كلها تقف وتتعطل، لازم وشك ده يبقى مبتسم لزوجك مهما كان الألم بقلبك. نعم، ليلى من السعودية بتقول سيارة بيضة ركباها وراكب واحد سيارة راقي شرعي في السيارة اللي بعدها، وصلت بيت جدتها، المهم كان كيس نسياه، طلعت تجيب الكيس لقيته كان ياخد الكيس. خلي بالك الرؤية دي بتعلمك، ورسالة ليكي لما تيجي ترقي نفسك بالقرآن ياريت ترقي نفسك بنفسك، لأنه أحيانا ممكن تقع في حد ما هوش فاهم في الرقية الشرعية، أو يكون من بتاع الطريق الثاني والعياذ بالله، طريق الدجل والشعوذة، فانتبه، لازم لما تختاري اختاري حد يكون صاحب دين أو أنت اعتمدي على نفسك. أنا على فكرة رأيي دايما الإنسان يرقي نفسه، بس مش صعبة يعني. أما مريم من السعودية بتقول آسف، مريم من دبي بتقول أنا متزوجة سني 47 سنة، شفت نفسي عروس والبدلة بيضة لابساها بس متكشفة من فوق وسعيدة بالزواج، توضيت عشان أصلي بإذن الله. أنا سألتك قلت لي عندك بنات في سن الزواج، ربما يتقدم لأحد بناتك شخص ولكن في تردد في الأول، الرؤية دي بتقول لكم خلي بالكم البدلة هي الزوج ده أو العريس ده متكشفة من فوق، في أمور جايز يكون ماديا مش قادر، أدي الكشف، جايز يكون أخلاقه مش قوي يعني، المهم تأكدوا، الرؤية دي بتقول لك تأكدي، توضيتي وصليتي يعني أنت مطلوب منك تكثري من الدعاء عشان تشوف البنتك اخترتي صح ولا لا، وربنا يدخل عليكم السرور إن شاء الله يا أختي مريم. أما الحلم الثاني بتقول قلت لنا قدمت الناس أو الشخص المتقدم لبنتي ده قدمت لهم قطايف بالقشطة، بس العسل كان طعمه زي ما يكون قديم، العسل اللي هو المية مع السكر اتحط على القطايف، فكرتينا برمضان والكنافة والقطايف وجوعتي كل التلفزيون دلوقتي، أنا هطلع أكل قطايف بس مش بالقشطة يعني، أكلها بالمكسرات. فيا بنت الحلال الرؤية دي رؤية جميلة لك، بتبين ان داخل عليكم مناسبه، لان اي حلويات في الرؤيه مناسبه سعيده، بس العسل القديم في حد مخه هيطلع في الموضوع، دماغه دقه قديمه، فاهمينها بالمصري، حد هيقول اراء يعني متعبه شويه، امه بقى ام العريس الله اعلم، ابوه، حد من طرف كنت مثلا ابو البنت، يعني في حد عايز يبوظ العسل، عايز يبوظ الفرحه، بس يعني عايز يبوظها بافكاره القديمة شوية في طريقة الفرح في الشبكة، مش عارف بالضبط، بس ها فانتبهوا ما تخلوش الأمور تاخد أكتر من حجمها، وهونوا على الشباب في المهر وفي الزواج حتى يتم على خير بإذن الله تعالى. شكرا يا أخت سعيدة، معنا أختنا فاطمة من سوريا، السلام عليكم أخت فاطمة، هلا بأهل سوريا أخت فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام، سامحينا أطلنا عليك شوية بس الأحلام كانت كتير.
لا ولا يهمك دكتور، بس عن تاتر او لو سمحت. يا نهار ابيض، ده تاخدي حقك ثالث متلت. تفضلي يا اخت فاطمه. جزاك الله خير دكتور. دكتور ان شاء الله تكون قصيره، بس الاولى شويه طويله. الاولى الرؤيه الاولى لاختي شافت في المنام ذات البنت اللي تقدم لها خاطب وحاليا الامور متعثره، شافت هذا الخاطب دخل لعدة على الحوش فجلس مع جنب خطيبته. والخاطب هذا ما عنده بايده طفل عمره لا يتعدى السنه، طفل صبي لا يتعدى عمره السنه. فاختي شافت انه هذا الطفل شويه ضايق، يعني ضايقهم او انه بلش يتحرك، فقالت له اعطيني هذا الولد عشان تقعد تتكلم مع خطيبتك براحتك. فاخذت الولد اختي ورجع هو بعد شوي اخذ منها الولد، ورجع كمان الولد شويه هيك يعني ضايقهم، فرجعت اختي اخذته وقالت اعطيني اياه. فلما بده يطلع برا البيت اخذ الولد من اختي، وشافته اختي اسمه قايد دراجه ناريه، يعني مشيه بايديه مش راكبها، قايده بايديه وبايده الطفل، وبس انتهت الرؤيه هيك الاولى. الاخ ده برا البيت يعني. الاخ ده كل ما يجي يصلحه او حد يتدخل ما يرضاش، او برضو الدنيا تتلعبك اكتر او تحصل مشاكل اكتر كل ما حد يتدخل؟ لا ما في تدخل بالموضوع، ما في تدخل مش بالموضوع. منكم هي الرؤية بتبين حاجة معينة تخصهم هم، مش منكم يعني. بس أختك، هل أختك بتفكر في موضوع صديقتها وخطيبها والكلام ده؟ بتنام تفكر فيه؟ أكل همها أن الموضوع مش قام يضبط، فأكل همها يعني. أكل همها عشان تتخطب صديقتها ولا عشان تسيب الشخص ده؟ عشان هذا الموضوع مش يعني ما قام يضبط، يعني لأنه هي البنت بدها إياه، ولكن يعني الموضوع ما قام يكتمل يعني، بهمنا الموضوع. حاضر، أفسر لك الحلم الثاني فاطمة. حاضر، تفضل. الحلم الثاني شفت نفسي أنا لابسة كندرة لونها فوشي كعب عالي شوي. لابسة إيش؟ وحاملة كندرة، يعني كندرة. كندورة. كندرة غير كندورة. كندورة هنا اللي هي الجلابية. كندرة لعزك اللي هي الشوز. شوز يعني. تمام تمام. وحاملة بإيدي كمان شنطاية ماسكتها بإيدي هيك، شنطاية لونها فوشي. فوشي. والكندورة لونها إيه؟ فوشي كمان نفس الشيء. فوشي. معلش لون وردي. لون وردي. وردي. أيوة كده، أيوة كده، سهيلة عليا شوية، أصل أنا ثقافتي في الألوان يعني على قد حالي شوية. لون وردي. الكندرة والشنطاية تبعت الإيد لونهم وردي. طيب استكل ما شاء الله. شكلك كده هيجي لك عريس يا فاطمه، محب ودود رومانسي كده باختصار، لان اللون ده هو يعبر في الاحلام عن كده. اديني فسرتها لك. دكتور طيب شو دكتور الفرق بين الخاطب والزوج مثلا لما اشوف؟ هو خاطب جاي عشان يتجوز، هو خاطب هيخطب ويخلع. خاطب يعني خاطب زوج يتقدم يعني. ايوه يعني نفس الشيء. ايه نفس الشيء. نعم ان شاء الله. دكتور الرؤيه الثالثه ان شاء الله تكون قصيره. اختي كمان شافت في المنام فتحت لي الباب بنت خالي اسمها نعيمة بنت خالي اسمها نعيمة، فقالت انه في غرفة في البيت مكتبة كلها كتب، قسم يعني كأن الكتب دينية وثقافية، فقالت انه خالي نجم ترك هذه المكتبة لفاطمة، تركها لي انا يعني. مين هو اللي تركها؟ هو خال امي ترك لي عند بيت خالي هدول غرفة فيها كتب ثقافية ودينية، فقال هذه لفاطمة تركتها. واضحة يا فاطمة الرؤية جدا، خليكي معانا وهقول لك شو تفسيرها. اسمه نجم، هو خالي اسمه نجم. اسمه ايش؟ اسمه نجم. نجم. يا سلام. ايوه اسمه نجم. نون جيم ميم، مش كده؟ نعم. نون جيم ميم. ايوه نجم. حاضر يا فاطمة، رؤية جميلة، واوعي تفرق الشاشة لأن الرؤية دي تهمك في حياتك جدا يا فاطمة. شكرا فاطمة من سوريا. جزاك يا فاطمة، شكرا استكل. اختنا نوارة من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وغلا وعليكم السلام باهل ابو ظبي. كيفك يا استاذ؟ عاشت ابو ظبي العاصمه الغاليه، وعاش اهلها الغاليين. تفضلي. يعطيكم الف عافيه على البرنامج الاكثر من رائع. الله يعزك يا نوارة، تسلمي، انتم احسن واروع. بدي احكي حلمين بس بسرعه. تفضلي نوارة، تفضلي. عندي انا اخت متجوزه بالاصل، بحلم فيها انها بتتجوز اكثر من مره، واني حاضر عرسها مرة تانية، انها بتتجوز يعني مرة تانية، وبحضر عروسها بنفس الفستان اللي حضرت فيها عروسها. اوكي. اختك خلفت؟ اختي هي، لانه هي متجوزة. ايوه مخلفة الحين؟ مخلفة. بس هي من النوع اللي بيخلف ورا بعضه صح؟
لا لسه هاي أول خلفة يعني لسه بصري لها شيء لتقريبا شهرين. طيب قولي لها بقى ده بسرعة عجيب يعني هتلاقي الدنيا مشيت معها في موضوع الخلفة دي. خليكي معايا وهقول لك تفسير الحلم الثاني. طيب الحلم الثاني إنه أنا الوالد عندي متوفي فحلمت فيه إنه جايب لي عطور رجالية مستعملة وكان حاملها أخي الكبير ونزلت من إيديه على الأرض لكن ما انكسرت وحكى لي الوالد حجيب لك غيرهم من مدينة زايد. أنا حكيت له ما في داعي بس حكى حيجيب وأنا شلت واحد من الأرض مع صحن فخار كبير حجمه وسكيل وزنه. شفتي واحد إيش؟ واحد إيش؟ شلت واحد من الأرض. واحد من العطر ده يعني. أيوة. مع صحن فخار سكيل وحجمه كبير. أوكي. بس. طيب أنت تقدم لك حد الفترة اللي فاتت يا نوارة؟ لا. بس لو تقدم واحد يعني مطلق أو متزوج قبل كده عادي ممكن تقبلي؟ ده أخلاقه وعلى دين. أوكي. هذا هو اللي عايز أسمعه منك لأن الرؤية دي تبين حاجة زي كده يا نوارة. هقول لك عليها دلوقتي بعد ما أخد باقي الاتصالات. شكرا نوارة. شكرا نوارة من أبو ظبي. شكرا جزيلا. حبت الكرام بعد اتصال وحلم أختنا نوارة من أبو ظبي نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل فلا تغادرونا وانتظرونا. أهلا بحضراتكم رجعنا لكم من جديد وأعتقد ده البارت الأخير يمكن. فاطمة بتقول من سوريا أختها شافت نفس الشاب المتقدم وده المتقدم لوحدة صاحبتها يعني شافته جالس مع خطيبته في طفل شايله عمره كده سنة أو أقل فقالت له هات الطفل اللي هي أخت فاطمة قالت له هات الطفل عشان تعرف تكلم خطيبتك يعني تقعد معاه. راح رجع خد الطفل هي تاخده منه يرجع ياخده وبعدين في الآخر خد الطفل وساق دراجة وشايل في إيد وشايل الطفل في إيد. المنام ده عجيب قوي يا أخت فاطمة. خلي بالكم من العجيب في علم التأويل إن البنت في المنام رزق خير دنيا. لما أشوف بنت شايلها ولدت بنت حد عطاني بنت رزق وخير ودنيا. الرجالة الأزواج والأباء اللي ما بيحبوش خلفة البنات تخيل بقى البنات في الرؤية رزق وخير حتى بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من كانت له ثلاث بنيات فأد يعني عنده ثلاث بنات وفي رواية ثلاث جواري جواري كلمة جواري يعني عنده بنات فأدبهن وربهن وأحسن تربيتهن كن له حجاب من النار. قال دول يحموه من النار يوم القيامة. يا الله واحد قاعد من الصحابة ما عندوش غير بنتين يا رسول الله وإن كنا بنتين طب لو عندي بنتين بس. قال وإن كنا اثنتين برضو يكونوا حجاب من النار بس ربيهم كويس. فقام أحد الصحابة الجالسين في المسجد قال يا رسول الله وإن كانت واحدة فسكت النبي ثم قال وإن كانت واحدة برضو تحميك من النار بس ربيها كويس وأدبها وعلمها. ها فالبنت مستحب. الولد في المنام تخيلوا لا لشوف ولد في إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. الولد مشاكل شر سبحان الله مع أنه في الحقيقة نحب خلفة الولاد في الحلم. فالرجل ده خطيب صديقتها ده خطيب صديقة أختك مش عارف ليه بيدور على المشاكل. يعني هي بتقول له اديني الطفل ابعد المشاكل وخليك قعد أنت وخطيبتك افهموا بعضك يعني حلو. هو يرجع ياخد الطفل ترجع تاخده منه تاني يعني ناس بتتدخل لحل وإزالة الشر وإزالة المشاكل وهو مصر وفي الآخر راح شايله في إيد وسائد درجة في إيد راكب دماغه. فواضح أن هذا الشاب عنيد أو في حد لعب في راسه. فالله أعلم هل الزواج يناسب ولا لا العلم كله عند الله بس ده تفسير الرموز الموجودة في المنام. طبعا حلم التاني أنت بتقولي يا فاطمة أنك لابسة كندرة عزكم الله كندرة يعني شوز يعني وفوشيا فوشيا أنا قلت كده صح يا جماعة فوشيا لون فوشيا وردي يعني فوشي يا سيدي يا سيدي أستاذ مهند تخصص كولرز أما أنا بصراحة ما أعرفش غير الأبيض والأسود والأخضر. أما بقى الفوشي والمش عارف حاجات كده بسمع أسماء يعني على قد شوية في ثقافة الكندور الكندرة الله يعزك والشنطة الفوشي أو الوردي
هي خاطب أو زوج، لأن المرأة تعلق الشنطة في إيديها، فيها أسرار وفيها أغراض خاصة. كذلك الله يعزك ما تلبسه المرأة من ثياب أو من أحذية عزكم الله، خاطب أو زوج، فده إنسان يتقدم يا فاطمة والله أعلى وأعلم، خاطب أو زوج، لكنه سيكون محب لك بشدة والله أعلى وأعلم، اللون يدل على كده. طيب بتقول أختي شافت إنها بتفتح الباب لوحدة بنت خالتهم اسمها نعيمة، نعيمة من النعمة، ينعم الله عليكم بالخير. الجزء الثاني قالوا لها في غرفة بها كتب، وخلها بيقول أنا تارك الكتب دي لفاطمة صاحبة الحلم. عارفة يا فاطمة، لفاطمة أخت اللي شافت الحلم، عارفة يا فاطمة اللي بتسأليني لما خالك يقول الكتب دي لك يعني إيه؟ يعني أنت إن شاء الله ستسلكي طريق العلم والقراءة والثقافة، وينطبق عليك بإذن الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد الله به خيرا فقاه في الدين، وينطبق عليك إن شاء الله في المستقبل قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وتبقي نجم، نجم يعني تبقي هتبقي كده مميزة بين الناس، في عيلتك في أسرتك في الناس كلها. حطوا لنفسكم رسائل للحياة، حط لنفسك تارجت عالي، طموح عالي، ما تكتفيش أنك موظف غلبان وخلاص أفضل كده طول عمري، أو واحد يقول لك مثلا يعني إيه زي إخوانا اللي معايا هنا في الاستوديو، أنا كفاية علي أبقى مصور وعيش خلي عندك طموح، ليه ما تبقاش في يوم من الأيام رئيس مدير مش عارف إيه، ليه ما تبقاش مدير قناة، ليه ما تبقاش حاجة كبيرة، ليه ما تحطش نفسك تارجت عالي، لازم عندنا طموح، والإنسان يكافح ويجتهد ولا يكتفي. الحمد لله رب العالمين، اللي بيشتغل على نفسه صح بيلاقي نفسه بعد كده ذو قيمة في المجتمع. طيب معنا كم دقيقة أستاذ مهند؟ طب حلو قوي. نعم نورة من أبو ظبي بتقول الحلم الأول أختي متزوجة، بشوفها في المنام هي بتحكي بتقول شوفها كل شوية تتزوج أكتر من مرة، وأحضر العرس بتاعها والفرح بتاعها. أختك زواج المتزوجة في المنام يا أخت نورة، زواج المتزوجة يعني الحمل والإنجاب، فيبدو أن هي هتخش في قصة الإنجاب أكتر من مرة، ربنا يرزقنا وإياها الذرية الصالحة. أما الحلم الثاني بتقول أنا والدي متوفي، حلمت أني بيديني عطور مستعملة وخدها أخويا حملها فوقعت منه، المهم نزلت هي أبوها بيقول لها أجيب لك غيرها يعني، فقالت لا، نزلت شالت عطر فخم كده وكبير حجمه كبير، شالته هي بنفسها. اختيارك للعطر اختيار لزوج ذو أخلاق ذكية، زوج يعني أخلاقه عاملة زي الرائحة العطرة، بس معلش لو كان متزوج سابقا أو مطلق قبل كده فاختريه، لأن أنا سألتك السؤال ده، أصل العطور قديمة أو مستعملة، العطور المستعملة يعني زوج سبق له الزواج، ده علم، شوف سبحان الله الرمز يعني إيه، فهو صاحب أخلاق لأنه عطر رائحة ذكية، فإذا كان متجوز قبل كده أو مطلق فتوكل على الله وربنا يكرمك إن شاء الله، ويمكن يطلع أحسن من شاب نص نص زي ما بيقول. معنا مين؟ معنا أختنا محمد من أبو ظبي. السلام عليكم محمد. أم محمد سلام عليكم، قصري على صوت التلفزيون أم محمد. هلا وعليكم السلام دكتور، كيف مرحب الحال؟ مرحب بأهل أبو ظبي الغاليين، سعيدين دكتور شوفتك الله يسلمك يا محمد، فرحانين نسمعك. أشكرك يا محمد، شرف لي ناس تكل دكتور، كم مرة يسوي لك رسائل بالواتساب بس ما تفتح الله يديك. سامحينا يا محمد والله أنا بعتذر، بس غصب عني والله، لأن عدد الرسائل تعدت 200-300 رسالة في اليوم، عدد الاتصالات بيفوق 150 اتصال، فما بقدر يعني، أنا مخصص ساعة وساعتين في اليوم للرد، وأوعدك إن شاء الله رد عليك يا محمد. عندك حلم؟ الله يعطيك العافية. أيوة عندي حلم دكتور. تفضل يا محمد. عندي ثلاثة بس بقول لك باختصار. أوكي يا محمد تفضل. دكتور الوالدة شافت إني أنا بجيب شنطة لونها زرقة. أيوة. زين، وقال وأنا قاعدة بقول لها أخوي سالم عطي لأخوي عدنان، يعني أنا بقول إن أخوي الكبير أعطي لأخوي الصغير الشنطة، وأمي أخذت الشنطة مني وفتحتها ولقت فيها علم الإمارات زين، وبس كانت يعني على شكل تركيب أخذت جميل. بس مش عارفة تركبهم. أنت غير متزوجة؟ يعني غير متزوجة؟
مين أنا؟ ها؟ لا لا أنا مطلقة دكتور. احتمال يتقدم ليك حد يعني أنت يمكن أنت مش مواطنة أعتقد يا محمد يمكن؟ إيه نعم. من جنسية عربية يمكن يتقدم ليك حد من أولاد البلد والله أعلم مواطن ولا حاجة. إن شاء الله تختاري الاختيار الحسن ويكون لك زوج يضعك إن شاء الله في عينه وعلى رأسه بإذن الله تعالى. حلم الثاني يا محمد؟ يعني دكتور هالحلم ما يخص الأخوي يعني؟ لا 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 يخصك أنت مش يخص إخواتك. نعم. لأن هي قالت هي شافت إن شنطة أنا جايبت لها هي. ما أنت أنت اللي جايبة الشنطة. العريس هيجي لك انت. جايبت لها شنطه وبقول لها ان هذا من سالم اعطيه لاخوي عدنان. يعني خذي راي اخواتي الكبير والصغير ادي معنى المنام في اللي جاي في العريس او الخطب اللي جاي ماشي ان شاء الله ربنا يرزقك خير هذه الرؤيه. الرؤيه الثانيه يا محمد. زين دكتور واختي شافت اختي الاصغر مني شافت حلم ايه؟ شافت ان قالت في وحده حرمه معاها بنت ودخلت في مكان يعني بتكلم واحد يعني رجل عالم ديني او مفتي تساله تقول له انا بنتي فيها اعاقه يعني تقول له تطلب منها مساعده تقول مساعده بنتي فيها اعاقه وتطلب منها مساعده مساعده ماليه والله ما حكت في الحلم كذا يعني بس قالت انها تطلب منها مساعده واضح تقول انا بنتي معاقه واطلب منها مساعده وعندها بنت معاقه فعلا الحرمه دي وهي واختي قالت انها شافت في يعني انها تشوف بالحلم ان هي تعرف الحرمه هذه طب يعني ان هي يعني انا وانا في الحلم انا وهي كنا مستخبين في مكان وتقول نحن هي شافت الحرمه هذه ولا وهي طالعه شافتها يعني ان الحرمه هي يعني كانها تعرف هذه ام فلان طيب. قالت انا بعرفها ام فلان يعني بالحلم تقول لكن بالحقيقه هي بالحقيقه تعرفها تقول انها هي عندها بنت معاقه طب الست دي او الحرمه دي لا هي تقول انها بالحقيقه ما عندها بنت معاقه ولا شيء بناتها كويسين يعني هي فقيره طيب فقيره والله ما اعرف يا دكتور انها فقيره ولا بس ماشي يعني امورها متوسطه طيب هقول لك شو معناها الحلم الثالث الحلم الثالث بسرعة محمد الحلم الثالث دكتور أنا والله أنا شفت دكتور أختي بعد شافت إنها بتسوي سندويشات تسوي إيش تسوي سندويشات دجاج زين لا ما سامع تسوي سندويشات أوكي أيوة سندويشات دجاج فكانت تعطي الواحد أستاذ كنا نحن نعرفه في المدرسة تعطي الأستاذ أوكي تعطي الأستاذ وقالت له كل قال لا أعطي أخوكي يأكله قالت له أوكي خذ أنت كمان يعني كله قال أوكي طيب وأكل أوكي بقى أختي غير متزوجة مش كده أختي أيوة نعم غير متزوجة طيب خليك معايا أقول لك التفسير بسرعة يا محمد لأن باقي نص دقيقة شكرا محمد من أبو ظبي العفو دكتور هلا هلا طبعا الرؤية الأولى فسرناها ليك يا محمد الرؤية الأولى الشنطة دي خاطب أو زوج أما الرؤية الثانية أختك الست دي أو الحرمة دي اللي شافتها أختك تحتاج إلى مساعدة راجعوا حالتها واسألوها واطمنوا عليها محتاجة مساعدة مادية أو وقفة نفسية معاها محتاجة أما الثالث أنك أنت أختك بتسوي سندوتشات وكلم منها الأستاذ أختك ربما تتزوج بمدرس بس بمدرس إيه بقى لغة عربية ولا تاريخ الله أعلم أحبة الكرام بعد هذه الرؤية نأتي لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم هنخصصه للفيسبوك الأسبوع القادم واليوتيوب إن شاء الله شكرا لحضراتكم ودوما أبشر بالخير.